رئاسة استئناف نينوى حكمت على أكثر من 35 ألف من المتورطين مع داعش، سواء الملف اليزيدية أو باقي الملفات، سواء مع تنظيم القاعدة. لأن القاعدة يعني سيطرت على المدينة لوقت طويل، ومن ثم داعش، وبالتالي كثير، مو الكثير، بعض الناس انخرطوا معهم، سواء البحث عن فرصة عمل أو عن قناعة. ولكن اليوم الحمد لله، اليوم نينوى والمحافظة أمنيا قوية، وبالمناسبة ويمكن هذه تحصل على هاي البيانات، اليوم أفضل وضع أمني في محافظة نينوى أكثر من كل المحافظات، حتى بالجرائم الجنائية.